بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بداية نسأل مبروك الأنصار متاعنا اللي كانوا حاضرين اليوم شوية الموجودين، ومبروك الأنصارنا اللي موجودين في ستيف وفي غير ستيف. دونك ترشح هذايا أول حاجة ساعة لازم ناخذ العبرة، لازم ناخذ درس من اللعبية متاعهم، لازم ناخذ درس، لازم نكونوا أكثر كونسنتري، أكثر أنفي باش ماش للي باش ما نعاودوش الغسرات اللي تغسرناهم اليوم. دونك لأنه الوفاق ماهوش معقول وماهوش ممكن معناها يخرج من الدوره ذي معناها، والحقيقه وضد منافسين كيما هكا معناها، معكم كل احتراماتي. دونك الوفاق قسم كبير في افريقيا ممنوع عليه، معناها باش ممنوع عليه حاجات كيما كي. دونك عملنا بتيتر زاد التحذيرات، تعرف الشامبيونات كملها مخر شويه، ما لقيناش وقت نحضر. دونك 4 ايام 5 ايام راحه ورجعنا نحضروا، دونك حتى الكونسنتراسيون ما كانتش موجوده. الملاعبيه اللي متعرف اللي المجموعه هذه ابار اللي نقصوا قبل ما نكمل سيزون، المجموعه اللي كملنا بها سيزون ديجا نقصوا 3 ملاعبيه. دونك الملاعبيه اللي جينا مجدد الاغلبيه نتاعهم ماهمش كاليفي، معناها خاصه لي بوست اللي حشنا بهم نحن ما كانوش كاليفي لانهم اخذيناهم بعد الوقت هذاك على غالب معناها. دونك هذه حاجه. دونك المجموعه لازم ناخذوا درس. سي فري اليوم الملاعبيه كانوا معناها عازمين وكانوا كانت اون في كبيره، وقلت للملاعبيه قلت اوني كابابل دو باسي حاجه واحده، ثم دومو معناها دومو كلي هي لون في الكبيره، لون في العطاء للمدينه هذه اللي تلعب فيها والمريول هذه اللي تلعب فيه، والكونسنتراسيون اللي غابت علينا هي في ماتش غاديك، لانه تروا بيت اللي كلينا تروا بيت نتاع كونسنتراسيون. اليوم الحمد لله برافو الاولاد، دونك توا عندهم الوقت باش يرتاحوا شويه، وبعد عندهم بريباراسيون نتاع اموا تقريبا. دونك برافو مبروك مره اخرى للاولاد على العطاء اللي عملوا اليوم وعلى الانفي. شفنا معناها اللاعبين معناها مضروبين، واللاعبين وكملوا توا كانت تدخل في السيارة تلقى ثلاثه ملاعبيه اربعه ملاعبيه اللي كل واحد ساقوا هكا الاخر راسه محلول من هنا. دونك هذاك الانفي هذاك شنو معناتها اللي قريت، هذاك شنو معناتها تحب جمعيه، هذاك شنو معناتها تلعب على المريول. الفلوس تاخذ الفلوس، اما هذاك اش معناتها حب المريول. هذاك اللي اليوم اللي شفناه اليوم ملاعبيه ظهروا اللي هما اوفياء للمدينه ستيف وللميوم تاع ستيف. شفناك ما فرحش انا برشا، انا سجدت لربي سبحانه وتعالى كالعاده. دونك تعرف انا في البينتيات مانيش محظوظ، معناها كنت ملاعبي محظوظ خاطر شوت الاخرانيه معناها الديسيزيف ديما عندي انا، ولكن كونتر في البينتيات مش محظوظ. الحمد لله اليوم جاء الحظ مع ستيف، مع فريق ستيف. اليوم نحن عندنا تعرف اللي عندنا معضله في غياب فرحاني والديبار نتاع العوافي، عندنا معضله على الشارع اليسار. دونك معناها حتى ندير معناها نظلموا فيه في بعض الاحيان، ولا الانتقادات تطول برشا سي با مليو معناها ان ديفو معناها ان ريغوش، ولكن للضروره وقت اللي تبدا، لانه اليوم مطالبين باش ناخذوا اكثر ريسك باش نمشيو قدام اكثر. دونك شفت من اسبوع كامل وانا نختار بين ثلاثه اربع لاعبين، شكون ينجم يكون انا بين دغمو وبين قندوسي بين واسع اخر وقت تضرب. دونك خيرت وانو دغموم لانه فيزيكمون اللي بيان، دونك وحطيته هو وقندوسي في نفس الكولوار باش ينجموا يعملوا ترافاي دو بيستون باش واحد يغطي على واحد، والحمد لله نجحنا في في في, في التخيل نتاعنا او في التصور نتاعنا. شوف هو اللاعبين انا هذوما حتى انا قعدت ولا ما قعدتش مش هذا اللاعبين هذوما حرام انهم يخرجوا على التضحيات اللي عملوها الموسم هذا الكل، وحرام معناها يخرجوا من الدوري او موا في مرحله اولى البول، ومن بعد لانهم قادرين خاصه بالتعزيزات اللي تمت قادرين بعد وانا نمشي لبعيد، وخاصه هما لانهم تعبوا عام كامل تعبوا يخدموا او موا في بدايه موسم يبداوا موسم باهي معناها فهمت. دونك عملت عليهم شويه بريسيون، حطيت بريسيون شويه، والباقي كل شيء بالكتبه، كل شيء مكتوب ربي، القعاد والمشي كل شيء مكتوب ربي.